أرسنال يا أو بورتيس مانيوس أو اذكر اسمها الحالي إرزيو، وإن شئت أن تلاطفها اذكرها باسمها الأقدم الميناء العظيم إرزيو. هذه المدينة الطاعنة في الزمن، بلدة صغيرة تعيش على صيد الأسماك، عرفها الإغريق والرومان، وذكرها باتوليمي والرحالة الإنجليزي توماس شو، وأيضا عالم الجغرافيا الكبير الإدريسي وغيرهم من علماء الجغرافيا والرحالة القدماء. مدينة آخر ما قالت عنها الأساطير، والتي يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أن سكايلاكس العظيم حرك على الصخور التي بنيت عليها منارتها. طبيعتها خلابة، هي محاطة من أكثر جهاتها بجبال عليا، عليها غابات الصنوبر والصفصاف والصرو والعرعر، ومن وراء الجبال بمسافة لا تتجاوز 8 أميال يقع البحر، فهو يحيط بها من 3 جهات تقابلها من الجهة الشرقية للبحر. مدينة مستغانم يكثر بجبالها إكليل الجبل والخزامة والسذاب والأفسنتين والأخيلة، وخاصة الينثون والدوم والبرواق والحلفاء والديس وشتى أنواع الزهور. من أسمائها الكثيرة المتواترة عبر الزمن، من أشهرها ما ذكره الدكتور توماس شو قسيس القنصل البريطاني في الجزائر العاصمة، فإن تسمية أرزو ذكرت في أحد مذكرات رحلاته الشهيرة كتاب رحلة في أيالة الجزائر. كما ذكر هذا الاسم أيضا باللغة العربية في مؤلفات صاحب أول خريطة للعالم أبو عبد الله محمد ابن محمد الإدريسي، الذي يعتبر من كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسسي علم الجغرافيا، ذكرها في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، حيث قال في وصفه لها: ومن مشان إلى مرسى إرزيو 18 ميلا، وهي قرية كبيرة تجلب إليها الحنطة، فيسير إليها التجار يحملونها إلى كثير من البلاد، ومنها إلى مستغانم عبر البحر، وهي قرية صغيرة لها أسواق وحمامات، جنان وبساتين، وبها أيضا مياه كثيرة، وصور على جبل مطل إلى ناحية الغرب. تقع إرزيو على بعد 42 كيلومترا شرق وهران، وتقع المدينة وميناؤها في الجزء الغربي من خليج واسع وجميل عند مخرج السهول الغنية من جهة سيب، وأنهار تندمج في مستنقعات. يعتبر خليج إرزيو من أجمل خلجان البحر المتوسط، إلى جانب أن لها أفضل مرسى طبيعي في غرب الجزائر إن لم يكن في كل الجزائر. هي المدينة التي تصارعت من أجلها جيوش البحر الأبيض المتوسط لما تمتلكه من قدرات جغرافية وطبيعية هائلة، كما أنها كانت موقع حرب مهمة عبر كل الأزمنة والعصور على غرار حروب الفينيقيين والرومان، إلى أن وصلت إليها الفتوحات الإسلامية. في عام 1162 أعاد الموحدون تأسيس الميناء تحت حكم الزيانيين، تمت إعادة تسمية الميناء إلى مرسى بن زيان نسبة إلى قبيلة زيان، كونه كان الميناء الأقرب إليهم. احتلها الإسبان مدة طويلة عندما احتلوا مدينة وهران وبنوا بها حصونا منيعة، إلى أن طردهم أهل المنطقة، كما كانت في العهد العثماني قلعة للدفاع عن الشواطئ الغربية للجزائر، وهو ما تشهد عليه قلعة طبان المبنية على أعلى قمة مواجهة للسفن القادمة من الغرب والشمال والمزودة بالمدفعية التي كان هدفها صد الغزاة. جاء الاحتلال الفرنسي
سنة 1833، حيث اتجهت القوات الفرنسية القادمة من وهران إلى الشرق واحتلت المنطقة التي كانت تسمى آنذاك ببساطة المرسى. قتل الأمير عبد القادر من أجلها لما أدركه من قيمة هذه المدينة ومينائها الذي كان المنفذ الطبيعي للدول الخاضعة لسلطتها. وفي معركة المقطع توج هذا القتال بانتصار قوي للأمير على رتل الجنرال تريزال. بعد سنوات من الحرب، وفي سنة 1845، شجعت فرنسا الناس من أوروبا على الاستقرار في المنطقة، لتصبح سنة 1856 بلدية تعمل بكامل طاقتها، كما أنها كانت موقع إنزال مهم للقوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، أين نفذت بها قوات الحلفاء عملية الفانوس ضد قوات الجنرال فيتشي. ولأجل هذا نجدها في لعبة حربية إلكترونية أمريكية شهيرة، ميدل أوف أونور، التي تمجد الإنزال الأمريكي أنذاك. عانى سكان أرزيو على غرار إخوانهم الجزائريين ويلات الاستعمار الفرنسي الذي تسبب في تجويع وتعذيب سكانها بواسطة مركز المخابرات الفرنسية ومركز تعليمات مكافحة العصابات والتهدئة، اللذان كانا مستقران بها ولعبا دورا كبيرا في تعذيب المجاهدين من جيش التحرير الوطني الجزائري. من مساهمتها الجهادية في حرب التحرير الوطني نذكر من الشهداء الشهيد غزيل دحو وابن زاير بن يبقى المدعو السيب القاسم رحمهم الله أجمعين. في 6 جويلية من سنة 1962 تعالت فيها أهازيج الزغاريد لتنعم بالاستقلال ونيلها سيادتها أخيرا. ميناؤها هو الأفضل على الساحل الجزائري، وعرف منذ فجر التاريخ بأنه كانت تصدر منه منتجات المنطقة التي ترتبط بسهولة بالهضاب العليا. كان يصدر منه منتجات طبيعية ذات جودة عالية كالملح والحلفاء والأغنام والقمح والنبيذ إلى مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أشار إلى ذلك المؤرخون اليونان والرومان والإسبان. هذا الميناء الذي يتكيف بسهولة مع احتياجات التجارة الكبيرة وما يقع خلف المدينة من أودية، خليج المدينة المتميز يعد المخزن الطبيعي لغيليزان ومعسكر وسيدي بالعباس. إن هذه المدينة تصل الصحراء بالشمال بسهولة أكبر من أي منطقة أخرى على امتداد الساحل. يعد خليجها مصدر التغيير الصناعي الحقيقي بسبب ما يمتاز به من مناخ مناسب، كون المدينة محاطة بالبحر من 3 جهات مختلفة، ما يتسبب في حركة هواء وهبوب نسيم البر ونسيم البحر عند انتصاف النهار بها. هذه الخصائص الطبيعية تعتبر من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختيارها لكي تضم أكبر منطقة صناعية للمحروقات في شمال إفريقيا عبر استقدام الغاز الطبيعي من حاس الرمل جنوبا إلى غاية مصنع لاكامال عام 1961، والذي كان فجر الاستقلال الجزائري الحديثة. للمدينة مؤهلات سياحية كبيرة، شواطئ خلابة، وطنف بحري صخري روعة في الجمال يمتد على طول مسافة 26 كيلومتر، متكونة من سلسلة جبال مكسوة بأشجار متنوعة كالصنوبر والعرعر، وبها أيضا مسطحات مائية كبيرة بارعة الجمال تعتبر من نوادر العالم، تستضيف كل سنة فصائل عدة من الطيور المهاجرة، كما تجد فيها فصائل نادرة من الحشرات والنباتات. تمتلك المدينة أيضا ثروة سمكية معتبرة ذات قيمة غذائية عالية. تشتهر أرزيو بجودة سمكها، وهو يعد من ألذ أنواع السمك في البحر المتوسط. يفضله الإسبان كثيرا،
خاصة منه سمك الجمبري وسمك السردين المصطاد من بحرها، فإن له لذة خاصة. يجيد أهل إرزيوم طبخ سمك السردين بوصفات مختلفة، أشهرها الدولمة وطبق السكافيج. وتسعى المدينة حاليا إلى تنمية شعبة الصيد البحري وتربية المائيات، كونها قامت بالخطوة الأولى عبر تجديد مستثمرة لتربية بلح البحر. يتميز سكان إرزيوم بخفة الروح، فالدعابة اللطيفة لا تفارق أحاديثهم، ويحبون استضافة الزائرين والترحاب بهم. من جميل عادة سكان مدينة إرزيوم أطباق السمك التي يقدمونها في حفلات الزفاف لثراء مطبخهم بوصفات إعداد السمك بمختلف أنواعه، والتي ورثوا أشهرها عن المطبخ الإسباني مثل طبق لابايلا، لكن بوصفة خاصة بهم. ومن عادات أهلها القديمة أيضا إقامة حفل كبير ليلا يخرج له كل سكان المدينة يوم 15 أوت من كل سنة، بمناسبة افتتاح موسم صيد السمك التونة الذي يدخل خليج إرزيو بمياهه الدافئة في هذه الفترة من السنة. ولا ننسى أن نخص بالذكر آثارها الرومانية القديمة الغابرة للزمن الموجودة عبر ضواحيها، منها ما هو غارق في البحر قبالة ساحلها بصرف النظر عن عملة قرطاج، ووثائق قديمة بما في ذلك أطباق السيراميك الأرتينية ونقوش جنائزية لفرسان القيصرية، كما أن موقع بورتيس ماغنوس غني باللوحات الفسيفسائية الرائعة والمهمة، تحكي عن أربع شخصيات أسطورية كانتصار أبولو على ستير مارسيز واستيلاء سانتور شيرون بواسطة إركيليس. مدينة إرزيو، أو إن شئت أن تلاطفها اذكرها باسمها الحقيقي، الميناء العظيم بورتيس ماغنوس، قطعة أثاث من القرن الأول قبل الميلاد، هي باختصار لؤلؤة إفريقيا في المتوسط.